كهان، قومي امشي معي. الليوك، كيف صرت هلا؟ لوين بدنا نروح؟ شو صاير؟ قلت لك امشي، يلا. بس شوفي، فهمني شو صاير معك يوك؟ لوين رايحي؟ يلا اطلعي. ليه جبتني على مخفر الشرطة هلا؟ خلينا نفوت. بس كهاني أنا شو قلت؟ فوتي معي. حضرة الضابط، رجاء أنا بقدر شوف السيد رافيكانت؟ عادل. نعم سيدي. شكرا لك سيد رافيكانت، في لك زيارة. أنت بخير يا عمي؟ إيه. كهاني مكتوب بهاي الأوراق إنك هلأ رح تصيري بنته بالقانون، ورح يدور على أمك ويعطيها كل حقوقها كاملة ويكتب لك جزء من أملاكه، بس المطلوب منك تسحب الدعوة، وعمي كمان رح يوقع على هاي الأوراق. أنا جاهز أعمل أي شيء يا كهاني، بس أعطيني فرصة لأصلح كل أغلاطي معك. أنت عن جد مفكر إنه الشروط الموجودة على هي الورقة هلا والتوقيع عليها كمان رح يرجع لك الحياة يلي دمرت بسبب أنانيتك؟ إذا عندك أي شرط تاني اكتبي. شو اللي بدك إياه؟ عن جد عم تسألني؟ أنا يا أبي بدي ترجع لي طفولتي، طفولة يلي سرقت على الطرقات وماتت، وكمان بدي بيت عيش فيه مع عائلة تكون بتهتم فيني وبتحبني، وعيش معك اللحظة من لحظات الحياة الحلوة يلي بتعيشها أي عائلة. أنا بدي أمي كمان. أنا بدي عيش مع أب وأم مع بعض ببيت واحد وكلياتنا سوا، وبدي حس كيف الأب بيكون سند لعائلته. فيك ترجع لي هالشغلات؟ أكيد ما بتقدر، لأنه أنت ما فيك ترجع الزمن لورا لتقدر تعطيني هذا الإحساس. هذا الشيء مستحيل. أنت لسه لهلأ ما فهمتني. أنا ما رفعت هي الدعوة منشان أي تعويض عن حياتي، رفعتها لحقق العدالة. ماشي، كملي معركتك لحالك، أنا ما رح أتدخل أبداً، بس يا ريت إذا بتفضيلي حالك بكرة، لأنك أنت رح تزوجيني بإيدك من غونجان. كهاني أنا رح أحلف بحبنا الكبير، إذا ما سحبتي هي الدعوة بكرة أنا رح أتزوج غونجان. يوك، أول مرة بشوف حدا بيحلف هيك على إنه ينهي علاقة بدل ما يحافظ عليها. يا أولاد أنتوا ما إلكن ذنب، ليش عم تعاقبوا حالكن هيك؟ إذا كهاني بدها تعاقبني أنا رضيان بكل هالشي، بس أنتوا لا تنفصلوا. خلص لا تضايق حالك، عشت كل سنين حياتي السابقة بقهر وحرمان وزعل بسببك، متعودة اهتم بحالي منيح، لا تقلق من شاني.
أنا عشت نفس هذا الموقف من زمان يا يوك. لو إني كنت شجاع أكيد ما كنت وصلت لهون. لهيك خليك شجاع، لا تسمح لشي يضيع حب حياتك. أكيد، لا تقلق علي يا عمي. يلا بالإذن. يلا. لك مو هذا هو يوغراج بوت؟ صح. تعرف شو؟ هذا مرته البنت الغير الشرعية للسيد رافيكانت. حتى بيقولوا انه ابوه هرب مع رقاصة من زمان كتير، وكمان اخوه حاول يضحك على مرته من فترة. كهاني طلعي بالسيارة. حلو، يعني طلعت كل هالعيلة بتحب الرقاصات الحلوين. كهاني كهاني، خلاص امشي. ليكو معلوماتكم العامة واسعة كتير. ايه بس خلوني قلكن المعلومات يلي ما انحكت. الشخص يلي كنتوا عم تحكوا عنه هلا، يوغ براتاب راجبوت، هو شخص بيحترم حاله كتير، وبيحب عيلته وبيحترمها بنفس الدرجة، وبيحترم زوجته وبيقدرها كمان. وإذا فعلا صار وحب شخص من كل قلبه، هو عنده الشجاعة اللي تخليه يعمل أي شيء كرماله. والشخص الموجود بحياته أكيد رح يكون محظوظ كتير، حتى لو كانت رقاصة. وأنا كتير محظوظة بزواجي منه، وهو أغلى شيء بحياتي كلها. وكأنه أنتوا عاطلين عن العمل، ليش ما بتروحوا تشتغلوا وبتصيروا أشخاص ناجحين؟ يمكن ما رح تقدروا تكونوا ناجحين مثل زوجي يوك، بس أنتوا فيكن تحاولوا، ووقتها ما رح تفضوا لهيك قصص ولا حتى لتحكوا على العالم. وانتبهوا مني منيح، لأنه إذا حكيتوا أي كلمة أو أي حرف مو منيح بحقه لزوجي يوك، شايفين هذا المخفر؟ صدقوني أنا بعرف كتير منيح كيف أحبسكم فيه. أنا في عندي شغل. فرصة سعيدة أختي. يلا. شو القصة؟ يلا. كهاني رجاءً فكري منيح، تنازلي.
الكبيرة، الكاهن وصل. ستي؟ ايه؟ مو اليوم العرس؟ يعني ليش مو معلقين لا أضوية ولا حاطين ورد ولا حتى زينة؟ ليش قلقان انت؟ رح نزينه كله ورح يصير كل شيء قبل موعد العرس، لا تقلق. يلا خليني طعميك شوية حلو، لساته مسخنين. يلا تعال. لك ستي لازم نعمل باقي الطقوس، تأخرنا كتير. شوف مزبوط. لك اطلعوا على هالبنت الشقية، بأيامي كانت العروس ما تسترجي ترفع نظرها قدام أي حدا بيوم عرسها. شوف هالبنت كيف مستعجلة لتكمل الطقوس. أولاد هالجيل بيختلفوا عنا يا حماتي، وهنن حلوين لأنهم هيك. يلا خدي هالساري وروحي جهزي حالك بسرعة. يلا. ولا تقلقي من أي شي يا روحي، نحنا رح نعمل كل المراسم. اللي عم تعملوه غلط كبير. عن أي غلط عم تحكي روبا؟ كل اللي عم بيصير مو صحيح يا حماتي. روبا؟ حماتي لازم اشرح لأختي الموضوع. أختي كل هاد مجرد تمثيل، وإذا ما ضغطنا على كهاني هيك ما رح تسحب الدعوة ولا رح يطلع أبي. جونجان إذا يوغ ما قدر يضغط عليها، مفكرة بشوية هالكركم والحنة رح توافق؟ بعدين أنا مو غبية وبعرف كل شي يا جونجان. أنتي مرة عاقلة وذكية روبا، وإذا عندك طريقة تانية لنقدر نحطم فيها حياة كهاني خبريني فيها وفوراً أنا بنفذها. لكان يلا أعطينا الحل. حماتي واقفة فوق أحكي بصوت واطي. وعما معقول هي تكون سمعتني؟ روبا إذا بتوثقي باللي نحن عم نعمله هلأ لازم تكوني معنا، وإذا ما بتوثقي بتقدري تروحي هلأ. جونجان روحي وجهزي حالك. جوهي انتي تأكدي إذا كل أغراض الحفلة وصلت أو لا. ماشي وأنا رايح. ايه خلونا نجهز كل شيء. لا خليني طعميك حلو بالأول. معنى هالكلمة اتفقين على هالتمثيلية، بدي شوف لوين رح يوصلوا. ايه حبيبتي رح تضلي عايشة على ذكريات طفولتك، هلا ما رح تقدري تصمدي. أنا رح أقدر أصمد ورح حارب وانتصر بالأخير وبدون أي ذكريات. بفهم من هالحكي إنك متمسكة بعنادك، ليكي إذا ما سحبتي هاي الدعوة يوغ رح يضيع منك وتخسري وتشوهي سمعة هالبيت وتفضحينا وسمعة أبوكي، وفوق كل هاد رح تشوهي سمعتك كمان. أنا بدي العدالة وأنا مستعدة أدفع أي ثمن لتتحقق. بابا عمل غلط كبير من زمان، وكهاني عم تعمل الغلط التاني بعنادة. يوغ إذا أنت اليوم تزوجت كونجان رح يكون هذا الغلط الثالث. ما رح يصير الزواج، هي بس مجرد حيلة. وأنا واثق أني رح أنجح، فلا تخافي لأني متأكد إنه كهاني ما بتقدر تشوفني مع حدا غيره أبداً. بصراحة يوك في أشخاص بالبيت ما بدهم يشوفوك أنت وكهاني مع بعض ومبسوطين بحياتكم، ورح يستغلوا هاي الفرصة لصالحهم. أنا ما بيهمني شو بدهم هالأشخاص يا روبا، اللي بيهمني أعرفه هلأ شو اللي بدها يا كهاني. إذا كانت فعلاً بتحبني أكيد هي رح تقتنع وتتنازل عن الدعوة وترجع لي من جديد، وهيك بس ينتصر حبنا. رح يخسر وما رح تنجح خططهم. حاولي تقنعي كهاني بهذا الحكي. أنا رح حاول أقنعه. صار لازم تقرري، ويوغ خلص أخذ قراره هلأ، رح يعمل كل الطقوس ويتزوجها لجونجان ونخلص. لهيك لازم تعقلي، وإذا ضليتي معندي لازم تتخلي عن زوجك يوغ.
وخليني خبرك شغلة تانية، هزيمتك رح تكون حتمية بأي قرار رح تاخدي. أختي الكبيرة، ما بيكون في نصر أو هزيمة إلا بعد ما تنتهي اللعبة، واللعبة لسه ما انتهت لهلأ. كاهاني، هذا القفل عم بيدور على مفتاحه، لازم ما تفرقيهن عن بعض، وإلا هن رح يكونوا وحيدين. هذا القفل والمفتاح مثل يوغ وكهاني. أول شي لازم تسحب الدعوة وبعدين تكمل قصة الحب تبعها، وتاني شي انتي لازم تنسي موضوع تحقيق العدالة بموضوع لأمك اللي صرعتينا فيه. كهاني، أنا بعرف أنك حالياً محتارة، ممكن تساعدك ذكريات طفولتك بهذا القرار. شو عم تعملي يا روبا؟ إذا غيرت رأيها رح تفشل كل الخطة. أصلاً صداقة الطفولة تبعنا انتهت من زمان يا روبا، وصديق طفولتي تخلى عني وتركني كما، وبما أنه صديقي ما وقف معي، بشو بدها تفيدني هالذكريات كلها؟ وينكن يا جماعة؟ العرسان جهزوا حالهم ولا لا؟ الكاهن رح يوصل. كهاني، جهزي حالك، بدك تساعدينا بالمراسم. أنا جاهزة. قلبي عم يتقطع كهاني، امنعيني من هذا الزواج. لك كيف بتقدري تخلي قلبك قاسي هيك؟ امنعيني كهاني، امنعيني. بغض النظر عن عناده ليوك، بعرف قديش في بقلبه حنية. انت ليش عم تعذب حالك وتعذبني هيك؟ شو يلي بدي اعمله طيب؟ انت لازم توقف هالزواج يا يوك. كهاني، اذا ما بدك يصير هذا الزواج المفروض توقفي بنفسك، واذا ما عملتي هيك وقفتي هذا الزواج قبل ما تخلص الطقوس كلها، رح أعتبر حالي أكثر شخص حظه سيء بهي الدنيا، وفضل الموت من إني أعيش هيك. يمكن رح تفهمي، بس حبيب قلبك يموت، ليش هو تصرف هيك؟ كهاني، صدقيني أنا بحبك كتير. كنت تحب هذا الفستان يا أيوب، وأنا هلأ رح ألبسه بليلة عرسك. طالع كتير حلوة جونجان، دخيل هالحلا. حتى أنا خايفة صيبك بالعين حبيبتي.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.